هذه العملية هدفها أن تصبح أبا وتكون أسرة، تبدو فكرة بسيطة جدا في ظاهرها. ناتخو بير هو فيلم وثائقي حول جيروم وفرانسوا، وهما شريكان مثليا الجنس يرغبان في أن يكون لهما طفل. حلمهما يتحول إلى حقيقة بفضل أم بديلة تعيش في ولاية ويسكونسن الأمريكية. الفيلم إخراج ديلفين لانسون ويعرض حاليا في قاعة السينما الفرنسية. أنجزت هذا الفيلم لأنني أم أيضا، لدي طفل في الرابعة من عمره، وتأثرت كثيرا بما قام به الرجلان جيروم وفرانسوا. كانت لديهما رغبة كبيرة في الأبوة، وطرحت أسئلة كثيرة عما يشعران به، وكيف تعيش الأم البديلة هذه التجربة، وما الذي تتبادله هذه الأطراف من مشاعر. تساءلت أيضا عن هذه الروابط الإنسانية التي نسجت من خلال التجربة، وشعرت برغبة جامحة في معرفة بقية القصة، لأنها بنظري تجربة مذهلة وعصرية وصالحة لكل الأزمان. القصة التي نعيشها هي أساسا مع الأم البديلة، إنك تعيش معها تجربة ساعة بساعة، وهناك علاقة خاصة جدا معها. الأم البديلة لا يعترف بها القانون الفرنسي. الشريكان العاديان أو المثليان يلجأان إلى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك انتقادات كثيرة موجهة لهذه العملية التي تعتبر عملية تجارية في المقام الأول. أعتقد أن هناك الكثير من الناس يرون الأمر بهذه الطريقة، ولكن معظم أولئك الذين يلتجئون أو يقبلون بهذه العملية لا يفكرون أساسا في عملية تجارية. مثال على ذلك جيروم وفرانسوا. من سيشاهد الفيلم سيشهد أن الأموال التي تلقتها الأم البديلة هي في الواقع تعويض عن الأشهر التي لم تستطع فيها العمل. لا يمكن فعلا تقييم الهدية التي تستحقها هذه الأم بعد أن تهب الحياة لطفل. ألكسندر إيرفيتش هو رئيس مساعد في جمعية تهتم بأبوة مثلي الجنس. هو وشريكه لهما طفلان ولدا بفضل أم بديلة تعيش في داكوتا. لقد كنت متأثرا للغاية لأنني رأيت قصتي وقصة العديد من الأعضاء في الجمعية. كان لدينا الانطباع أنها الأم البديلة ذاتها والعائلة ذاتها والمستشفى ذاته. إنه لأمر مدهش حقا. عندما لا تعيش القصة فعلا تقول إنها خرافة، ولكن ما عشناه نحن حقيقة. الواقع والسعادة يختلطان أحيانا لدى بعض الأشخاص. البعض تقلقهم سعادتنا، ولكن نحن نعيش هذه السعادة فعلا. الجمعية الوطنية في فرنسا سمحت أخيرا بزواج المثليين بعد أسابيع مطولة من النقاشات، ولكن التلقيح الاصطناعي وتأجير الأرحام بالنسبة للزوجين المثليين يعتبران ممارسات غير قانونية في هذا البلد الأوروبي. To be able to, you know, provide it for them. Yeah.